بكم من جديد مشاهدينا ونكمل كلامنا، ولكن استقبل وارحب بضيفي الكبير الناقد الرياضي الاستاذ خالد العشري. منور النهارده استاذ. الله يخليك، الدنيا منوره بيك. ربنا يخليك يا استاذ، متالق دايما باذن الله يعني. ربنا يخليك، شهاده طبعا اعتز بيها من يعني حد ضيف من الطراز الرفيع. استاذ خالد، الفتره اللي فاتت مجلس اداره النادي الاهلي كان عقد بعض من الندوات، ثلاث ندوات في ثلاث افرع، فرع الشيخ زايد، فرع الجزيره، فرع مدينه نصر، لمناقشه اعضاء الجمعيه العموميه حول لائحه النادي الاهلي الخاصه، وايضا يعني انعقاد الجمعيه العموميه في الفتره القادمه يومي 25 والسادس والعشرين على يومين، مقر مدينه نصر ومقر النادي الاهلي بالجزيره. حضرتك شفت ازاي هذه الندوات من قبل مجلس اداره النادي الاهلي لتوعيه الجمعيه العموميه على ما يحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا متاكد طبعا ان كل واحد ممكن يكون بيشوف بعيونه واحساسه وتقبله او رفضه لوضع معين يعني، بس انا بفضل الله سبحانه وتعالى ما عودتش نفسي على ده، يعني دايما احب اكون موضوعي او محايد بقدر المستطاع. مش هجتهد ان انا يعني ادعي ان انا يعني انسان متكامل فادعي الموضوعيه بكاملها، انما بقدر المستطاع الواحد بيجتهد ان هو يكون رؤيته ما فيهاش تعصب جامد يعني. انما الحقيقه في اوضاع بتفرض عليك انك تقول فيها راي يبان فيه التعصب. يعني لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي مثلا احيانا ككيان كانجازات، انت مجبر انك انت بتتكلم بشكل فيه اشاده. ليه؟ لانه بتتكلم عن بطل على القمه. انا شفت مشهدين من المشهد دي في الجزيره والمشهد اللي في مدينه نصر، وما فرنش الحظ اشوف المشهد الاولاني بشكل كامل، يعني شفته لقطات متقطعه. الحقيقه انه الشفافيه اللي تم مناقشه بيها، اللي تم من خلالها مناقشه اللائحه وعرضها على شاشه قناه النادي الاهلي كامله دون تقطيع، ومن المؤكد انه مجلس اداره النادي الاهلي او المسؤولين جوه النادي ما جمعوش الناس بعينها، ما جمعوش مؤيدينهم، قال لهم تعالوا علشان تتكلموا في اللائحه، والحوار من جميع الاطراف بيؤكد انه في عمليه ارتياح، في عمليه ثقه، في عمليه احترام متبادل. انا شفت الناس كلها بتتكلم عن مجلس الاداره، وانا ما بحبش يعني مش عايز دي، مش سكتي ان هم اشادوا المجلس او ما اشادوش بيه، انا بنتكلم على اللائحه اللي المجلس نفسه عامل القعده علشانها. في كميه تأييد من الناس اللي طلعت، انا عجبني طريقه الكلام وعجبني الشخصيات اللي طلعت اتكلمت، كلها ناس مثقفه، ناس محترمه، ناس محبه بجد للنادي الاهلي، ناس متعاطفه مع النادي الاهلي، وكتير كانوا بيتكلموا على مجلس الاداره. حتى المهندس محمود كان بيقول لهم خلونا نتكلم في اللائحه. ليه؟ لان انتوا جايين عشان اللائحه فعلا، فمفيش داعي ان احنا نخرج عن نص اللائحه. الناس ناقشت اللائحه يا استاذ محمد. يعني انت حضرتك فكره مناقشه لائحه النادي الاهلي، انا لو على سبيل المثال لو اكس عضو مجلس يعني عضو جمعيه عموميه داخل النادي الاهلي ومرتبط بعملي وما بروحش النادي الا مثلا لممارسه الالعاب لاولادي او فمش هبقى مطلع الى شكل كبير، ولكن لما الاقي النادي الاهلي بمجلس ادارته بيعمل لي ندوه بيشرح لي فيها الموضوع ده نوع من انواع الخدمه. ده مش كده وبس، ده مديك حريه انك انت تستفسر. يعني انا عايز اقول لو في ناس رافضه او معارضه او ده وارد ولهم كل الاحترام. مش المشكله بقى مش في كده، المشكله انه ما شفناش حد. ده الناس طلعت استفسرت وناس قالت يعني سالته مباشره، انت متامن كويس لو اللجنه الاولمبيه رفضت ده؟ انت مأمن نفسك؟ قال له انا مأمن نفسي قانونا ودستوريا ولوحيا وتاريخا وكل حاجه يعني الامور ماشيه بشكل قوي جدا. على مساله الدعم اللي كانت بتطلع من الناس، تحس فيها ان الناس فعلا عايزه تقف جنب النادي الاهلي. طب حضرتك يعني مستوى الاعداد اللي شاركت في الثلاث ندوات، كنت شايف ان هو من الـ يعني في وعي من قبل الجمعيه العموميه لان هم يروحوا حتى يستفسروا؟ اللافت النظري طبعا، انا كنت اتمنى او كنا منتظرين يبقى في اعداد اكبر من ده بكتير، ولكن الناس اللي راحت هي الناس اللي عايزه تعرف، وده برضو مؤشر يعني نتمنى طبعا في الجمعيه يوم 25 او الاجتماع بتاع يوم 25 ان يجي زي ما بيقولوا ان شاء الله 30,000 او 40,000. دي مش دي القضيه، لكن برضو التوقيتات اللي هي اللي احنا ليه قلنا على التوقيت بتاع الاجتماع والعدد اللي هو 12,000 ونص، ليه بنعتبره زنقه او بنعتبره اللفظ الدارج اللي احنا بنقول عليه ان هو انك بتزنقني يعني في الرقم ده، ليه اعتبرناه صعب؟ عشان الظروف اللي احنا فيها، ان في ناس كتير في مصايف، يعني في ناس في اجازات، في ناس في ظروف خاصه،
فده اثر برضو بشكل مش كبير، لكن كان في حضور. من وجهه نظر انا لما يبقى القضيه قضيه مناقشه لائحه، خد بالك من الموضوع، لو مناقشه لائحه الاعداد اللي موجوده اعداد طليق بمناقشه اللائحه، نمره واحد، نمره اتنين، وده المهم واللي انا اتكلمت فيه هنا قبل كده لما قلت يا جماعه مساله تحديد النسبه مساله مش سليمه والرقم مش سليم، كان وجهه نظري ايه؟ انه في اعضاء كتير ما راحتش ليه؟ ثقه في المجلس وثقه في اللائحه اللي محطوطه وثقه في المجموعه اللي رايحه. عشان كده لما قال لك 12000 ونص قلت له لا، النسبه دي ما يصحش انها تتعمل. لما تعمل نسبه اعملها على نسبه الحضور التقليدي، بيحضر يوم ما يجي عدد يحضر جميع عموميه بيبقى حوالي كام واحد؟ حوالي 25000 واحد، 30000 واحد. نادي الشمس واحد من اكبر الانديه من الناحيه المساحيه على مستوى، مش هقول بس مصر، على مستوى العالم. كم حضر في الجمعيه العموميه؟ ده اللي انا عايز اقوله، يعني ده اللي انا عايز اقوله للناس، انه نسبه الحضور اللي انت عاملها فيها مبالغه شويه، فيها مبالغه. ليه بقى الناس ما بتروحش؟ يعني ليه انا يعني مثلا انا مش عايز محمود طاهر ورافض اللائحه بتاعته، ده انا لازم اروح عشان اقول لا. عدم مروحي ده، عدم مروحي دعم ليه وسلبي، يبقى كده موقفي سلبي. يبقى انا موافق على اللي انت بتقوله، يعني يبقى انا موافق على اللي الناس دي ماشيه عليه. عدم مروح يقول لك ما حضرش في الجمعيه العموميه العاديه في الجلسه اللي داخل الصاله المغلقه غير حوالي 100 واحد. طب مين المسؤول عن ان هم 100 واحد؟ الرقم القانوني للحضور انت حددته وحضر وسجل، وبعدين مشوا ما رضوش قعدوا ما ناقشوش الميزانيه، ما ناقشوهاش ليه؟ لان هم واثقين في الناس اللي موجودين وداعمين ومدينهم حريه كامله وتوكيل كامل ان هم يعملوا اللي عايزين يعملوه. وقت ما النادي الاهلي عايز يغير يروح يغير. لو كان عندك استفسار، لو كان عندك اي نوع من انواع المعارضه، روح وقول رايك وابدي كل تحفظاتك وخليك مشارك، خليك ايجابي. انا كنت اتمنى اشوف حد من المعارضين اللي هو له موقف واضح وصريح يطلع على السطح. مش مساله حرب او معركه، بالعكس، عشان لو في حاجه سلبيه الاهلي ماشي فيها يصلحها. امال انا عامل هذا الحوار زي ما انت قلت المره اللي فاتت، حوار مجتمعي ليه؟ اللفظ التعبير اللي انت قلته المره اللي فاتت، امال انا عامل حوار مجتمعي ليه؟ ما الحوار المجتمعي ده انا عامله عشان اسمع اراء المجتمع، عشان لو في حاجه انا لسه قاعد في وسطكم، انا كرئيس النادي الاهلي قاعد في وسط الجمعيه العموميه، عشان لو حد عنده راي، اما او انك بقى مش عايز تكشف حاجه علشان يعني من وجهه نظرك ان انا ممكن يعني تدبسني فيها. يعني السابق لعمرو فاروق المح ان هو هيشارك في الجمعيه العموميه القادمه، ووارد ان هو يكون له بعض التحفظات. شوف يا استاذ محمد، المرة اللي فاتت أنا لمست على إنه على موضوع خطير جدا، وبرضه هأكد عليه من تاني. يعني ما الواحد برضه لما بيقعد بيهدى شوية كده، عايز أقول إنه من تاني إنه أولاد النادي الأهلي كلهم محترمين، المؤيد والمعارض، وكلنا متفقين على ده. ربما يكون في حدة من البعض في شكل المعارضة، في مبالغة من البعض، لكن في النهاية كلهم أولاد النادي الأهلي. ممكن يكون فيهم حد على خلاف مع الأستاذ محمود طاهر، واحساسه ان هو ما دام انا خلاف محمود يبقى محمود هيمشي، يبقى الخطيب هيجي، يبقى انا مع الخطيب، يبقى انا عادي. ده كل ده، لكنه في النهايه من وجهه نظره انه ده بيصب في مصلحه النادي الاهلي. اما تيجي تكلمني النهارده على عمرو فاروق، ما هو العمري برضه من اولاد النادي الاهلي، اختلف فتره من فترات مع محمود طاهر، لكن هو ابن من اولاد النادي الاهلي. اكتر واحد انا شايفه مزعلني جدا جدا كابتن احمد شوبير. شوبير ده من ولاد النادي الاهلي، اللي يعني هقول لك ايه، برغم ان احنا زعلانين منه، واحد من اكبر كمان كباتن النادي الاهلي طبعا، قيمه كبيره طبعاً جدا على المستوى الفني وعلى المستوى كقائد في الملعب، ويعني له صولات وجولات. عمل امبارح، معلش يعني سامحوني عشان الواحد يبقى فيه شفافيه، مش الواحد حاسس انه مخبي حاجه. عمل حلقه امبارح في حاجات انا زعلت منه فيها. انا ليه ليه زعلان من شوبير؟ لانه ينبغي على واحد زي شوبير ده انه يكون واقف مع النادي الاهلي في معركته. انت فاهم قصدي؟ يعني انت يا شوبير، يعني هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. كابتن طارق سليم وكابتن صالح سليم، يا كابتن طارق سليم ربنا يرحمه طبعا، كابتن صالح سليم وايضا كابتن ثابت البطل، والثلاثه ربنا يرحمهم، كل واحد فيهم قال لك النادي الاهلي ده كالبيت، خلافاته لا يصح انها تطلع بره. قلت انا التعبير ده المره اللي فاتت هنا، واخد بال سيادتك؟ فكان من الممكن، انا عندي تحفظات، عندي مشاكل، عندي حاجات كتير جدا انا شايفها انها سلبيه بالظبط، وحاسس ان انا عندي من الرؤيه إن من الممكن ان انا اصلح الحاجات دي. طب لماذا لا نذهب ل هو ده اللي انا بتكلم فيه. انت يا شوبير واحد من اولاد النادي الاهلي الكبار، ومش عايز يزعل انا بكلمه دلوقتي بصراحه، لان الحلقه اللي كانت امبارح انا بتفرج عليها كان في نوع من السخريه ونوع من الهجوم غير طبيعي،
ونوع من يعني مش عايز اقول حاجه برضو يعني تشوه الكلام، لكن كان واضح انه واخد مساله الضد. يعني انت جايب طرفين بيتناقشوا، انت ما ينفعش تقف مع طرف ضد طرف، انت اديهم هما المساحه يتناقشوا، ما ينفعش تبين في الحلقه انك مع حد ضد حد. انت في قناه مش في قناه النادي الاهلي، في قناه بره النادي الاهلي، يبقى ينبغي عليك انك انت تكون حيادي. انا مش هعلمك بقى شوبير، ده انت يعني استاذ في الاعلام ومؤسس يعني انت مؤسس يا شوبير، وابن من ابناء النادي الاهلي، والناس عارفينك انك انت مولع علشان خاطر النادي الاهلي. ما ينفعش بقى، ما ينفعش يا شوبير تدي انطباع للناس انك انت ضد النادي الاهلي، لانه انا واصلني الاحساس ده. القصه مش قصه انك على خلاف مع محمود او مع محمود الثاني، هو لو على خلاف لماذا لا يكون هذا الخلاف في الاروقه يعني الداخليه، زي ما انت اتعودت يا شوبير وتربيت على ده يعني في النادي الاهلي. هي دي القصه يا فندم، ان النادي الاهلي على مدار 110 سنه، ويمكن من فضل الله لما بتحدث في كل شيء يحدث في قناه النادي الاهلي، احنا بنتحدث عن 110 سنه، احنا بنتحدث عن مجلس حالي فقط. ما ينفعش اتكلم على مجلس حالي فقط، ده في 110 سنه من الانجازات والصلاه وتاريخ بالزبط كبير بالزبط جدا بالزبط. ومرارا وتكرارا قررنا ان الكابتن حسن حمدي في الفتره بتاعته حقق انجازات كبيره جدا جدا جدا، وما بنهاجمش ومش مستنيه، مش مستنيه حاجه لاي سبب. ولكن هل كان يحدث من قبل ان امور النادي الاهلي والخلافات تذهب الى الخارج؟ ده السؤال بقى اللي انا كنت كاتبه عشان اطرحه بقى على برضه على الكابتن شوبير. يعني هل يا كابتن لو لسه الكابتن حسن حمدي موجود ومعاه كابتن الخطيب، لو هم لسه موجودين في المجلس حاليا، هل مثل هذه الحوارات كانت تتناقش بهذه الطريقه؟ اعتقد لا، اعتقد لا. وانت يعني عندك شوبير من الكفاءه والقدرات اللي يخليك ما تطرحش هذه الاطروحات بهذا الشكل ولا بـ 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 بالطريقه ديت. كنت تستطيع انك انت لو في مشكله في النادي الاهلي اللي هو ناديك اللي انت بتعتبره بيتك الاول مش الثاني، واللي متربي فيه وعشت فيه احلى ايامك واروع ايامك، تساهم في انك تحل لو في مشكله تحلها. قصة يا بوجه عام بقى الكلام اللي بقوله ده، قصة انك انت تحكم او تدي رأي من خلال حب او كره، هذا امر كارثي. من خلال التعاطف او عدم التعاطف، هذا موضوع خطير جدا جدا. لابد يا جماعة ان احنا كلنا نكون موضوعيين في الكلام، كلام الموضوع حلو ومريح وسهل، انها مسألة ان انا من خلال مش حابب محمد او ما ادور على سلبيات محمد واتكلم فيها. انا هقول لحضرتك حاجة، اذا كانت الرياضة فيها حب وكره هتبقى فاشله، لان الرياضه اصبحت الى تحولت الى صناعه. وهقولها لك من الناحيه الفنيه، لما اكون مدرب وعندي قائمه من اللعيبه، وارد جدا ان علاقتي الشخصيه ببعض اللعيبه هتبقى افضل من اللعيبه الثانيه لاسباب كتير، واحد بيصلي الثاني مثلا مقصر، الحاجات دي يعني مثلا انا بدي على يعني امثله. تمام. لو انا جيت في الاخر هحط تشكيل واحد ده بيجتهد وده بيجتهد، وده عنده موهبه وده عنده موهبه، لو انا نقيت على حسب انا بحب مين، يبقى في الاخر انا نقيت خطا، الدنيا هتخرب. انا نقيت خطا، وحتى امام ربنا سبحانه وتعالى انا خاطئ في اختياراتي. بالظبط بالظبط. ليه بقى؟ ليه يا محمد؟ لانك انت لما بتختار بتختار للحاجه، انت عايز لعيب كره مميز بمواصفات واحد اتنين بيأدي مهمه، لو طالما توفرت فيه ده اهلا وسهلا. يبقى هي دي الموضوعيه اللي احنا بنتكلم عليه، دي الموضوعيه. انا ليه قلت النهارده اسم شوبير؟ حقيقة لان انا متابعه بقالي فتره وشايفه بيعمل حاجات انا مش متوقعها منه للامانه، مش متوقعها من شوبير. يعني انا سمعت برضو ان العمري، وانا طبعا اعرف العمري برضو يعني عشره عمر، يعني شوبير اذا كنت اعرفه من 35 سنه اعرف برضو العمري تقريبا كان من نفس العمر او 30 سنه، عارف برضو ان هو من ولاد النادي الاهلي، انه يلمح لانه ممكن يروح الجمعيه العموميه. اذا الراجل ده حط النادي الاهلي فوق الجميع، الشعار اللي احنا بنطرحه بقالنا فتره حطه قدامه خلاص، قال لك مصلحه النادي الاهلي. بعد ده يا سيدي قدامك الاختيار زي ما انت عايز، وقلنا احنا مع بعض المره اللي فاتت لو تفتكر كابتن احمد شوبير لو كان عنده اي نوع من انواع الاقتراحات او الاختلافات، هو مش قادر ان هو يوميا في النادي الاهلي. لا شوبير لوحده يقدر طبعا، مش قادر ان هو يذهب ويقول انا عندي واحد اثنين ثلاثه، زي ما كابتن شوبير بيطرح اطروحات في منتهى الموضوعيه على اتحاد الكوره من الناحيه النقديه، في ان طريقه العمل في مثلا جدول المسابقات في كذا وفي كذا وفي كذا. ما هو كان قادر ان هو يعمل نفس الموضوع بنفس الاسلوب مع مجلس اداره النادي الاهلي، وهو اكتر واحد عارف يا استاذ عارف الحته الاروقه الداخليه، قائد وكابتن النادي الاهلي كام سنه، عارف. هو لو حتى المناقشه بتيجي بشكل طبيعي على الهواء انا ما عنديش مشكله، ناقش. انت النهارده في قناه معينه بتناقش قضيه، فمن حقك انك تناقشها، مش هنقول لك بقى انك بتنتمي
للنادي، لكن انك تخفي انتمائك وتتعامل على انك انت محايد لان في قناه محايده، فيتحول الامر لشكل عكسي وشكل هجومي على النادي الاهلي. يعني ما ينفعش نسمع عبارات نشعر فيها بسخريه على النادي الاهلي سواء من شوبير او من احد ضيوفه امبارح في الحلقه، هذا لا يجوز. استفدنا هو ضيوفه برضه، هم الضيوف يعني ممكن نقول كل واحد مسؤول عن كلامه. لا يعني انا اعرف في الاعلام انك انت ما ينفعش انك تسمح لضيف من ضيوفك انه يسخر من الاخر تحت اي ظرف من الظروف. يعني انت دلوقتي هل ممكن تسمح لي ان انا اسخر من اي حد حتى لو هو ضد النادي الاهلي، وانا سخرت منه لان ده اسلوب خارج اساسا عن مبادئ الاعلام؟ ما يصحش، ما يصحش ان انا اشعر انك انت جايب حد كل يعني بتدور فقط على سلبيات وبتتكلم فيها بطريقه لا تليق على الاطلاق. خد بالك برضو انك بتتكلم عن النادي الاهلي مش بتتكلم على اي حد. ده اضافه لايه؟ انك برضو لو بتتكلم على اي حد ما يصحش انك تتكلم بالطريقه دي. ده نموذج من النماذج. قصه العامري فاروق، العامري برضو من ولاد النادي الاهلي، من ولاد النادي الاهلي فعلا، اللي اتولد في النادي الاهلي وتربى في النادي الاهلي. يعني العامري مولود في النادي الاهلي ومتربى في النادي الاهلي. حصل فتره من فترات خلاف، لكن هنا بيغلب المصلحه العامه اللي الناس بتدور عليها. برضو هسال حضرتك سؤال مهم جدا. اتفضل. دلوقتي انا معارض ومش عاجبني مثلا كيف يدار النادي الاهلي في هذه الفتره. لو انا هفضل اعارض، ليه ما اعارضش من جوه المنظومه؟ ليه بعارض دايما من خارج المنظومه؟ ليه ما اكونش جوه فين دوري؟ انا معارض. دي حاجات اللي طول عمر النادي الاهلي بيتكلم فيها، اللي انت بتقوله ده يعني كمل كلامك، ده هو ده اللي انت بتقوله، ده طول عمره بيتقال من ايام بقى صالح سليم وقبل صالح سليم. يا جماعه ما اللي عنده حاجه يجي جوه هنا ويقولها. احنا قعدنا سنين يا كابتن، سنين طويله ما حدش يقدر يقرب من اوضه اللعيبه، ولا حد يقدر يقرب من اوضه المجلس. كان في حد بيقدر يخش اوضه مانويل جوزيه؟ كان في ده؟ لا لا، ده بتتكلم مره وجيزا امبارح. انا بقول لحضرتك كمان حد كان بيقدر، حد الان بيقدر يخش اوضه كابتن؟ ده كان في لوحه متعلقه سنين وزي السيف، يعني لو عديتها تتكهرب سواء في مجلس الاداره او اوضه جهاز كره القدم. والله العظيم الناس كانوا يبقوا قاعدين في المجلس حريقه، كله 13 عضو حريقه جوه المجلس، كله يخرج بابتسامه واحده، انطباع واحد، راي واحد، قرار واحد، تصريح واحد، ومحدش يقول لك والله انا حاولت ورفضوا، والله انا كان ليا راي كذا ورد، كله يطلع بالاجماع. حتى لو ايه 6-5 او 7-6 هو قرار واحد يقول لك عليه هذا القرار بالاجماع. ويعني برضو كان في معايا الست اللي هو سفير نور، وذكر ان في احد المواقف كان كابتن صالح سليم في انعقاد يعني لمجلس الاداره، فكان كابتن صالح سليم غير مؤيد للقرار ولكن داخل الاجتماع. تمام. اول ما خرج الاجتماع خلص ووسائل الاعلام ابتدت تخش تتساءل، كان اكبر واحد مؤيد للقرار كابتن صالح سليم. موقف شهير جدا له، يعني احنا كنا حاضرين، يعني هو فعلا انا كنت حاضر الموقف ده، وما يبانش على وشه وما تحسش من وشه انه بيمثل او بيدعي. ما هم دول ولاد النادي الاهلي، هم دول ولاد النادي الاهلي. لما يجي موقف تلاقي سفير نور، تلاقي العمري، المفروض تلاقي شوبير، تلاقي الناس كلها بتتجمع في وقت واحد يقول لك النادي الاهلي اولا. ثم لما تدخل جوه النادي بقى، لما ندخل جوه النادي يا كابتن، نبدا نقول ايه؟ انا عايز محمود طه، انا عايز محمود الخطيب، انا عايز محمود الجندي، انا عايز محمود سويلم، انا عايز اي حد. حر بقى، انت حر في اختيارك، المهم انه جوه. هم كلهم محمود. محمود. المهم انك انت تبقى جوه بيتك، المهم انك تقفل نفسك، تقفل على نفسك وتبدا تعالج مشاكلك وتلمها. اوعى تديني ايحاء يا شوبير انك انت مش قادر تعمل ده. ما ينفعش. طيب يعني استاذ خالد، رئيس مجلس اداره نادي الزمالك امبارح خرج في تصريحات وهاجم اللائحه الاسترشاديه في بعض من النقاط، وابرزها قال لك انا مش مقتنع ان اللجنه الاولمبيه هي برضو اللي تبقى حكم مركز التحكيم في القانون اللي حط اللائحه الاسترشاديه. تمام. ايه راي حضرتك في هذا الموضوع؟ هي ما هو القضيه اللي احنا قلناها برضو مع بعض قبل كده وقلتها في الحلقه اللي فاتت، ان هو الاعلام هو اللي بيعمل ثوره. يعني حد امبارح بيقول ليه الضوضاء دي وليه الثوره دي؟ النادي الاهلي ما عملش ثوره، ولا نادي الزمالك دلوقتي عامل ثوره. الاعلام هو اللي بيعلي. الاعلام دلوقتي لو حب يهيج نادي الزمالك هيفتح الملف ده ويبدا يطرحه. لكن دي القضيه يا فندم، ان انا ابقى انا كمان يعني الحكم والخصم. يعني انا مثلا لو عندي مشكله مع اللجنه، كلام الزمالك نفسه كلام سليم على فكره. ما انا بقول لحضرتك انا عندي مشكله مع اللجنه الاولمبيه. تمام. هل هو اللي كمان اللي حكم لي فيها؟ ما هي دي الكوميديا بقى اللي احنا عايشين فيها.
يعني ايه دي الكوميديا؟ اولا انت اتحطيت اساسا كطرف اتحطيت غلط، يعني انت كطرف اتحطيت غلط، كمان عايز تبقى طرف منافس وحكم، يعني انت بتركب غلط على غلط. انا ليه بقول لك الزمالك طبعا كلامه صح، قانونا كلامه صح، واللي مش عاجبه يروح يناقش بقى رئيس نادي الزمالك وهيمشي الكلام ده، تمام كده؟ انما هي القضيه ايه؟ انه زي ما بقول لك مين بيعلي هنا ومين بيوطي الموجه هنا، مين بقى اللي معاه المؤشر اللي بيعلي بيه ويوطي بيه؟ الاعلام اللي احنا منه، يعني احنا مش بنتبرأ منه، ما هي برضو اي مشكله في الاعلام بتصب برضو علينا احنا. انت النهارده النادي الاهلي اول ما يقول كلمه النهارده اي اتفرج على الانتقادات مثلا اللي تتعمل على الاجتماعات، اي كلام غريب وتريقه غريبه. يعني مثلا امبارح راجل محترم قال تعبير، يعني تعبير فيه مش معناه اللغوي لكن فيه احساس بحاجه، بيقول له احنا معاك يا محمود يا طارق، حتى لو هتعدي النهر هنعدي معاك. هو لا محمود طارق يعدي النهر ولا الناس تعدي معاه، لانه يعدي النهر يروح فين؟ ما ينفعش يعدي النهر اساسا لانه قاعد في الجزيره يا فندم. هو النهر، انما الراجل عايز يديله احساس انه واثق فيه، مستريح له، مطمن للمشهد. وبرضه انا هرجع اقول المهندس محمود طاهر العلاقه ما بينه وما بين الجامعه العموميه كيف يدار، كيف تدار المؤسسه. تمام، مفيش اكتر من كده. طيب انا دلوقتي بسخر من ايه والنادي الاهلي واخد دوري وكاس؟ ما هي القضيه قضيه تسفيه يا كابتن. انا هقول لحضرتك اهو واحده واحده، انا هاخدها واحده واحده. اتفضل. انا راجل واخد دوري وكاس ايه كنادي يعني؟ اهلي ايه يعني؟ طب ما النادي الاهلي بياخد كل سنه دوري وكاس يعني؟ كل سنه يعني هي بقت ايه يعني؟ طب اقول لحضرتك حاجه، كل سنه بياخد دوري وكاس. انا هقول لحضرتك بس بغض النظر ان النادي الاهلي 39 بطوله دوري، البعض المغرض والانديه الاخرى لما النادي الاهلي يتصدر الدوري يقول لك ده الدوري ضعيف، ده هو الدوري المصري ده دوري. طب واحنا هنجيب لك منافسين منين؟ هنخترعهم ولا هنروح نستورد من القمر؟ انا اقول لحضرتك ولما يجي هو يكون متصدر يقول لك الدوري جامد، ده احنا خدنا الدوري بجداره. طب انت ليه لما النادي الاهلي خد دوري سفهت منه؟ دي بطوله، بطوله مهمه جدا. انا اقول لحضرتك الحوار مع المدربين الالمان، بايرن ميونخ بياخد دوري الالماني، فكل حد هتيجي تساله يقول لك اي مدرب واي اداره مع بايرن ميونخ هياخد، هتاخد الدوري الالماني. طب تعالى كده بص على الدوري الالماني وبص المنتخب الالماني كام لعيب بيلعب من داخل الدوري الالماني. ايوه ايوه ايوه. وشوف خدوا كام بطوله على كل المراحل، سواء فريق اول واخد كاس عالم، فرقه الاولمبيه او الفرقه الثانيه فرقه بي واخده كاس القارات على كل المنتخبات، منتخب تشيلي بطل كوبا امريكا اللي كسب الارجنتين مرتين وكان مكتمل صفوفه، واخد بال سيادتك؟ طيب تعالى بقى تحت 23 يورو مين اللي واخدها؟ منتخب المانيا، كلهم من الدوري الالماني. بقى دوري ضعيف، بقى دوري ضعيف. واي حد هيمسك، ونفس الكلمه اي حد يمسك النادي الاهلي ياخد بطوله، الكلام ده غير صحيح بالمره. طبعا طبعا. بص بص يا كابتن، احنا قلنا في اربع عناصر بنؤكدها من جديد، اربع عناصر هم صانعوا البطوله. قلنا اداره قويه محترمه تحافظ على الكيان، قلنا مدير فني واعي فاهم، لاعبين على مستوى عالي بيصنعوا الفارق في الملعب، وجماهير واعيه ومحبه وروحها عاليه جدا. الاربع عناصر دول لابد ان يتوفروا. طيب ما بيبقى في نادي في الاربع عناصر دول، يبقى النادي ده عنده عناصر البطوله. اما تيجي انت تقول لي الزمالك اصله عنده مشاكل اداريه، مشاكل اداريه بتاعته هو بقى، انا ما عنديش مشاكل اداريه. واحد يقول لك ايه؟ اصله تعرض لاصاباته لعيبه ما عندوش بديل، انا عندي بديل. واحد يقول لك اصله ما عندوش جمهور، انا عندي جمهور. يعني اذا انا عندي عناصر مقومات البطوله. هذا المشهد كابتن حسام البدري، يطلع بعض الناس وبعض مش عارف محللين ومحللين على ايه، يقول لك اصل كابتن اكس هو افضل مدرب في مصر. كابتن حسام البدري كسبان كل منافسيه، واخد دوري وكاس. طب ايه مشكله كابتن حسام البدري يا استاذ خالد؟ اصل ما بيضحكش. احنا قلنا ده قبل كده برضه. انا بقيم المدرب على اساس ان هو بيضحك ولا ما بيضحكش. هو احنا هنهرج يا استاذ خالد؟ ايوه 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 كابتن. انا بقول لك في تهريج حتى في الانتفاخ. بص بص يا كابتن، انا تدخل على المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، هتبص تلاقي معظم الانتقادات لحسام البدري على ده، مع ان احنا هنا قلنا قبل كده بالورقه والقلم يا جماعه، التقييم الموضوعي بالورقه والقلم، اختيار الافضل على مستوى العالم في اي حاجه بالورقه والقلم، ده التقييم الاحترافي اللي يخليك توصل للمناطق الصح. ما تجيش تقول لي اذا كان انت النهارده بتقول على صحيح على فلان ان هو احسن مدرب في مصر. طب احسن مدرب في مصر بناء على ايه صحيح؟ يعني النهارده مترشح كاحسن مدرب على مستوى على احسن لعيب على مستوى العالم ميسي وكريستيانو رونالدو وبوفون، تمام؟ وعلى مستوى المدربين
اعتقد في برضو زيدان، زين الدين زيدان، وبيتهيألي في كونتي او حاجه زي كده، وفي مدرب تالت، انا مدرب نادي تشيلسي، تشيلسي ومش فاكر مين المدرب التالت. ليه خدوا دول؟ لان زيدان حقق بالارقام. ينفع اجي اقول لك والله العظيم ده انا ما عجبنيش اداؤه السنه دي؟ يا عم انت حر، ما يعجبكش ويعجبك، دي مساله هوا، دي مساله هوا، دي مساله الحب بقى والكره، هو ده. فانا لا. حتى كمان في تقييم الفني بقى بالحب والكره، بالظبط، ما بقاش بالكوره. المفروض انا بقى بالورقه والقلم. تعال شوف حسام البدري عمل ايه السنه دي، وغيره عمل ايه السنه دي، وشوف الفوارق. اوعى تيجي تقول لي زي ما ناس بتقول اصله في عوامل خارجيه بتساعد النادي الاهلي ان هو يبقى بطل، زي ما اتقال لي النهارده في احد الحوارات، يعني برضو كنت في مكان ما فبيقول لي في عوامل من بره بتساعد النادي الاهلي، انه الدوري لما توقف الشهر اللي توقفه بسبب ازمه ماتش مصر المقصه، حصل دروب عند الانديه. فانا بسال الشخص ده بقول له طب حصل عند كل الانديه؟ فندم الشخص ده بيشتغل مدرب؟ لا مفيش داعي للتعرض ليه يعني، بس هو لا بيشتغل لا, لا, إيه؟ لا انا مش عايز اعرف هو اسمه مين. ده اعلامي؟ لا ده اعلامي، اعلامي, إعلامي. اه فانا قلت له هرد بعد اذن حضرتك، ان انا ارد بس بعد ما حضرتك تخلص. تمام. فانا بقول له الدوري لما توقف، توقف لكل الفرق؟ قال لي اه. قلت له وسلبيات التوقف وايجابياتها على كل الفرق ولا على ده لوحده؟ قال لي لا على الفرق كلها. قلت له مش معنى الاهلي فلت؟ قال لي عشان الاهلي عنده لعيبه كويسه، عشان عنده بدايل، عشان عنده مش عارف ايه، عشان. قلت له يا فندم ما هو دي مقومات البطل. هو جاب مقومات النجاح. بس بعدين هقول لحضرتك، قلت له ما هي دي مقومات البطل، انت عايز ايه تاني يعني؟ حاجه مهمه جدا. انا لما الدوري توقف الموسم طال قد ايه؟ 300، اكتر من 335 يوم موسم كروي. والسنه فيها 365 يوم. تمام. طيب انا بقى بالنسبه لي انا بقول لحضرتك السنه دي انيس الشعلالي ده يتعمل له تمثال مخطط الاحمال. تمام. لان في اي نادي في العالم انا باجي بحط الجدول كمدير فني، ده راجل زمانه اتجنن. انا بقول لحضرتك حاجة. انا بقول لحضرتك اهو باجي كمدير فني وانا اعلم مدى اتحدث عنه يعني. طبعا بفضل الله يعني انا واخد في التدريب حاجات يعني ومن اوروبا. فلما بيجي يتكلم يجي يقول لك انا عندي الاسبوع ده عندي مثلا ماتش في اليوم الفلاني وعندي ثلاث ايام تدريب وعندي ماتش في فبيجي يحط الحمل، يوزع الحمل على مدار الاسبوع عشان يعادل الدنيا وشر الاصابات والكلام ده كله، بتبقى الفرقه كلها جاهزه بدنيا بنسبه 100%. الشعلالي ده السنه دي حصل فيه ايه؟ كابتن انا بح صوتي في هذا الكلام. طب هسال حضرتك سؤال، انا برضه قلته بشكل علمي. سؤال تاني بقى، اتفضل. هو اللي حصل في ماتش الاهلي والمصري الدور الثاني من الدوري لما اكون انا بلعب في زاناكو في زامبيا دوري ابطال افريقيا وارجع يوم الاحد فجر الاحد ولا فجر الاثنين والعب الثلاث في برج العرب ماتش المصري فرقه من افضل فرق الدوري الممتاز واجبر ان انا اعمل كده؟ ويقول لك اصل الاهلي كده كده هيلعب بالبودلة، هم دول مش بني ادمين في طياره فيها 13 ساعه؟ وانت تلعبني بالبودلة ليه اساسا يعني؟ انا بقول لحضرتك تفرض علي ان انا العب بالبودلة اساسا؟ لا هم ما هو كل انتقاد بيبين لك، بيقول لك الاهلي في صف تاني، صف تاني ده بتاعي انا مش بتاعك انت. لا وده مكاسب للنادي الاهلي. بالظبط. مكاسب للنادي الاهلي، ودي حلول مجلس الاداره اداها للكابتن حسام البدري عشان يوصل لنا للبطوله. والله انا قلت ابعد من كده والله يا محمد، انا قلت لهم يا جماعه جسم البني ادم اساسا له قدرات معينه انت بتشتغل عليها. يعني جسمك انت بتشتغل عليه، انت تعلى وامتى تنزل وامتى تحافظ على مستوى معين. ما ينفعش انك انت تحطني في موقع منافسه النهارده وبعدين تريحني بكره وبعدين تديني جدول اشتغل عليه عشان اعمل. احنا عارفين طبعا ان في حاجه اسمها اعداد عام واعداد خاص واعداد البدائي والاعداد بتاع المنافسات، دي كلها حاجات بنشتغل عليها من الاول. بتشتغل الاول عناصر قوه، بتشتغل بعد كده عناصر مش عارف سرعه، بعد كده تعمل المرونه والرشاقه، دي تدريبات الناس مش حاسه بيها ولا فاهمها، الناس مش عارفاها، لان زي ما قلنا قبل كده ده علم، علم بيدرس يا جماعه. طبيعه اللعيب المصري اساسا هشه، يعني هي طبيعته اساسا هشه، انت لما تعرضه للهزات دي لازم يقع. ده اللعيب اللي في اوروبا اللي هو متأسس صح، بنيانه سليم متأسس صح، لو اتعامل كده اقسم بالله ما يكمل معاك اسبوعين، ده ينهار منك نفسيا وبدنيا وكل حاجه. انا هقول لحضرتك حاجه، وحضرتك بتقابل حضرتك يعني صحفي كبير، هات لي مدير فني اجنبي تساله على موضوع التوقف ومش التوقف هم هيقول لك كلمه واحده. انا هقول لحضرتك حاجه، لا ما هو في مدربين، وانا كان ليا سابق يعني شغل مع مدربين اجانب، يقول لك اول كلمه يقول لك انبيليفبل، طبعا يعني غير طبيعي. مش ممكن يعني اللي بيحدث ده غير طبيعي. طبعا هناك الدنيا بتمشي سيزون لسيزون بالثانيه وبالساعه، من الناحيه التسويقيه ومن الناحيه لكل النواحي ومن الناحيه الامنيه كمان، بيبقى كل حاجه بضوابط وبمواعيد ثابته. عارف يا وانا جاي على الطريق، وانا جاي على الطريق دلوقتي فراكب مع حد يعني، فبقول له مشكلتنا ان احنا لما بنيجي نعمل نحل ازمه ببقى عارف ان بعد 10 كيلو في حته عامله لي ازمه هنا،
كل تفكيري في خلال 10 سنين ازاي احل الازمه دي، وبنسى انه في خلال العشر سنين اللي بحل فيهم الازمه دي في ازمه تانية بتنطرح بعدها بشويه. احنا مشكلتنا ان احنا بنحل تحت رجلينا. اللي انت بتقوله ده هكون عملي برضه واقعي عشان ما حدش يقول احنا بنتكلم اي هرتله. انا مش طالب ده يحصل السنه الجايه. انا مش طالب اللي انت بتقوله ده يحصل السنه الجايه. ليه؟ لانه هيبقى صعب انه يحصل السنه الجايه. عشان فيه انت اساسا المشهد مرتبك عندك، ثم انت بادئ موسم متاخر، ثم انت عندك منافسات انديه في افريقيا ومنتخب وعندك ضغوط، وانت عارف احنا عندنا بنسخن بسرعه اول ما المنتخب يقرب يقول لك ايه؟ لا اوقف الدوري، الدوري مش مهم، نلم المنتخب. طيب انا عايزك من النهارده، من النهارده تعمل لي سيزون بعد السنه الجايه اللي بعد اللي جاي سيزون محترم. تقدر تعمل ده؟ هو ده، ده اللي ينجحك. يعني حضرتك بتتساءل او بترجو من اتحاد الكره والمسؤولين على الكره ان يعمل لك خطه لضبط جدول المسابقه في المواسم القادمه. مش عايز الموسم الجاي يمشي زي ما يمشي. انا قلت وينتهي زي ما ينتهي. تمام. وينتهي زي ما ينتهي. يا سيدي خلي النادي الاهلي له تجربه رائعه بنحكيها كل شويه كل شويه. لما لقى نفسه مستهلك واقع بدا يعيد بناء نفسه. كابتن صالح طلع قال ايه؟ جمله شهيره وكلكم عارفينها، قدامي سنتين عقبال ما النادي الاهلي يرجع ياخد بطوله من تاني. سنتين سنتين يا كابتن؟ قال لك سنتين بظبط نفسي، بعد كده اخد الدوري والكاس وجميع البطولات. 10 سنين، اول سنه ما خدش البطوله، تاني سنه خد البطوله. فبيقولوا له يا كابتن موسم 93 94 حضرتك حاجه كده يعني. نعم كابتن ده احنا النادي الاهلي خد البطوله. قال لهم البطوله جت النادي الاهلي غلط كده، تصريح قالوا لي انا البطوله جت النادي الاهلي غلط. يعني حاجه مش ممكن في حد في الدنيا يقول كده. هو بيقول كده لانه عارف ان هو حاطط سيستم، بيفترض ان السيستم ده هيتفاعل مع كل اللي حواليه. هو ما يعرفش ان اللي حواليه امور متهالكه ومنهكه. عشان كده يا استاذ خالد دائما نذكر هذا القول، الاهلي في دراسه كره القدم يسبق كل ما حوله بمن فيهم التاريخ بيقول كده، اتحاد الكره، التاريخ والحاضر بيقول كده، التاريخ والحاضر بيقول كده. فالنهارده انا نفسي مش خد بالك مش في رضا وبس، انا نفسي في كل حاجه. يعني بص لبعد بكره، ما تبصش لبكره، ما تبصش تحت رجليك، خلي عندك نظره بعيده شويه، خلي عندك رؤيه بعيده شويه عشان ما تحلش ازمه النهارده وتلبس فيها تاني يوم. حط يعني مثلا حذر الناس من السنه دي انه الموسم بعد القادم عندي لوائح فيها 1 2 3 4 من ضمنها من سيوقع لناديين فسيتم شطبه، اللي مش عارف اللي مش هيدي حقوق لاعيبته في المده الزمنيه كذا لكذا مش هيعمل تجديد لاعبين. بديك فرصه سنه كامله توفق اوضاعك. ليه؟ عشان ما تجيش فجاه تحس ان الامور داخله في بعضها. ده اللي انا نفسي ان احنا نشتغل عليه. طيب انا هنتهز فرصه ان احنا بنتكلم على المسابقات واتحاد الكره. اتحاد الكره اعلن اليوم، هنتكلم على مسابقات الناشئين اللي بتخص النادي الاهلي، ان فرقه 97 اللي المدير الفني الكابتن مدحت طه اسماعيل هتبتدي ان شاء الله يوم 13 سبتمبر اول لقاءاتها. النادي الاهلي هيواجه بتروجيت يوم 13 سبتمبر. فرقه 99 هتبتدي يوم 16 سبتمبر طبعا كابتن امين عرابي، وهيبتدي امام طلائع الجيش. وفريق ال 2001 اللي بيدربه كابتن محمد شرف هيبتدي يوم 15 سبتمبر. ده اعلان لفرق قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. اذكر حضراتكم مره ثانيه 97 هيبتدوا يوم 13 سبتمبر، وال 99 هيبتدوا 19 سبتمبر، وال 2001 هيبتدوا يوم 15 سبتمبر. باذن الله يكون موسم مثمر لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي بعد العديد من التغييرات. 97 دي بطوله رجعت جديده ما كانتش موجوده؟ لا هي رجعت. طيب هي زي ما رجعت امتى؟ الموسم الماضي. يعني مش حاجه مستحدثه فجاه اتعملت يعني؟ لا بس في ادعاء انها اتعملت مخصوص عشان النادي الاهلي يلحق بعض اللعيبه اللي عنده يسجلهم في القايمه. بس انا اقول لحضرتك حاجه بغض النظر بقى عن ان هي اتقالت ايه، على مستوى العالم، على مستوى العالم، ودي يمكن كابتن جوهري كان اقترحها من قبل، وكابتن جوهري ربنا يرحمه دايما سابق عهده يعني. طبعا بيبقى في الدوري ايه ودوري الريزيرف اللي هو الرديف بالظبط، اللي بيبقى فيه لعيبه اللي مثلا مواليد زي مواليد 97 دلوقتي خلاص وصلوا ل 20 سنه، وبعض من اللعيبه قليله المشاركه مع الفريق الاول، او من اللي عندهم اصابات وعايز تجهزه، فبتعمل هذا الدوري، والدوري ده بتجمع فيه ده بتجمع فيه هذا الكلام. وطبعا على مستوى العالم هتلاقي يعني هذا الفريق تماما بيشابه طريقه اللعب زيه زي الفريق الاول بالظبط، وبيبقى عليه مونيتورنج او متابعه
قويه جدا من مدرب الفريق الاول المدير الفني لكل ما يخص هذا الفريق. وخد بالك ده ممكن يبقى قوام للمنتخب الاولمبي وقوام للمنتخب المحليين لو انت عايز. فاحنا هنا لازم نقول بس معلش يا فندم برضه هرجع لازم نقول دي للنادي الاهلي بس مش لمصلحه الكره المصريه. ده حاجات غريبه والله، من الحاجات اللي بتزعل الواحد. وزي ما قلنا قبل كده النادي الاهلي يا جماعه يعني هي مشكله نفسيه على فكره. انا والله ما اقصد اهانه لحد بس هي مشكله نفسيه، الاحساس بانه في بطل اوحد دي ساعات بتوتر الناس، ساعات بنسمع اراء تحزن، لكن اللي يحزنك اكتر لو الاراء دي ممكن تكون بتطلع من داخل النادي الاهلي نفسه، لما تلاقي يعني بعض المعارضين جوه النادي الاهلي يبدا يضغط عليك، زي ما حد يطلع يقول لك عادي انه الاهلي اللي كنا بنقول احنا بنتريق انه عادي ان الاهلي ياخد دوري وكاس. طيب عادي ليه؟ وهل ده اسمه انجاز ولا مش اسمه انجاز؟ يعني هل هذا حتى لو تم تكراره من قبل بالظبط، يعني حتى لو تم تكراره من قبل ما احنا بنشيد بكل السابقين بالسابقين على اساس انهم بيعملوا الانجاز ده، يعني على اساس بيعملوا الانجاز ده. طيب اذا الانجاز بيتحقق، طب لما الانجاز يتحقق وكلنا عارفين وبدون مبالغه في الكلام ولا تزويق للكلام كلنا عارفين وواثقين انه النادي الاهلي المجلس حل عليه شويه ضغوط محدش يقدر ينكرها، يعني واضحه وضوح الشمس. المجلس نفسه قال يا فندم اللي بيقود النادي الاهلي لازم يكون عليه ضغوط. لا بس اما انا بقول لك بقى لما تيجي من جوه النادي الاهلي بس هي دي اللي بتزعلك، يعني دي الحاجه الوحيده اللي محزنه كتير من ولاد النادي الاهلي، انك تبقى متربص بمدرب او متربص برئيس نادي. يعني تخيل انت محمد الحرب الاولانيه اللي اتعملت على قصه الاقصاء، وبعدين تجد بكل بساطه ان موضوع الاقصاء مش في الحسابات، اللي هو انت عملت عليه الثوره اساسا اللي انت لسه عايش عليها دلوقتي. يعني الناس اللي عملت ثوره على قصه الاقصاء لسه عايشه عليها، مش تهدى بقى خلاص يا جماعه ما دام مفيش اقصاء والناس عملت اللائحه الجديده بحياديه تامه ومديه الفرص لكل الناس تدخل. طب ما هو النادي الاهلي المجلس الحالي كان يعجز ان هو يحط اي شروط تعجيزيه تخليه يعمل اللي عايز يعمله زيه وزي اللي قبله واللي قبل اللي قبله وزي اي مجلس اداره في اي نادي في اي حته في العالم وزي اي مجلس اداره في اي مؤسسه في اي حته في العالم؟ ده هو ده اللي بيحصل في الدول اللي زي عندنا. اي حد قاعد على الكرسي كرسي القياده بيعمل اللي عايز يعمله، ايه القصه يعني؟ ايه المشكله يعني؟ اما تلاقي انت عندك حد محترم بقى بيتعامل بشفافيه او موضوعيه بالشكل ده، طب لماذا لا يتم انك انت لازم يبقى فيه شويه هدوء وشويه رويه يعني. ماشي استاذ خليل، لماذا لا يتم التقييم بكشف حساب؟ لماذا لا يتم التقييم بكشف حساب؟ زي ان انا دلوقتي من الالعاب، طبعا الالعابات الجماعيه وصلت لايه؟ كره القدم وصلت لايه؟ الناحيه الاستثماريه وصلت لايه؟ وفي الاخر انا عندي كشف حساب للرؤيه مكتمله، لماذا لا يتم التقييم بهذا الاساس؟ ما هو عشان انت مش عايز ده. ليه؟ هل هو حد يعني احنا بنتكلم في 3 سنين، مش بنتكلم في 30 سنه، بنتكلم في 3 سنين، هل خافي على اي حد؟ اللي انت عايز تخليه يناقش بموضوعيه وتعمل له كشف حساب موضوعي ده هيفند لك اللي انت بتقول عليه ده. انت لسه بتقول واحد من شويه بيقول ايه يعني ان الاهلي ياخد دوري وكاس؟ واحد تاني قال لا ميزانيه الاهلي مش للرقم اللي هم قالوه. واحد تالت قال لك ايه يعني لما ياخد بطوله افريقيا في السله ولا في الطايره؟ واحد رابع قال لك الانشاءات اللي اتعملت بمساعده مش عارف مين. طالما انت متربص، اعرف ان كل حاجه هتتفند لك وانت قاعد. وده بيرجع اللي احنا قلنا عليه اللا موضوعيه في الحوار وفي التعامل، يعني امبارح مثلا يتقال يتم التلميح الى انه الوزير دفع للنادي الاهلي عشان الانشاءات تحصل. طب يا سيدي ماشي، ما هو برضه المجلس يشكر انه انتزع ده من الوزير وانه اتحرك عشان يعمل انشاءات جوه النادي او بره النادي، ايه المشكله؟ دي تحسب يعني دي تحسب للنادي ولا ما تحسبلوش؟ تحسب لمجلس الاداره ولا ما تحسبلوش؟ يعني انا بقول لك في قصه تربص هيتفند كل حاجه. حضرتك برضه ذكرت ست الوزير خالد عبد العزيز، واحنا بنفضل ونكرر بنكمل له كل الاحترام والتقدير، ولكن منتظرين من سياده الوزير انه من الوارد ان يكون عنده من الحلول اللي تحل الموقف الحالي ما بين النادي الاهلي واللجنه الاولمبيه. ما اعتقدش هو عنده قناعه بالموقف وعنده قناعه بصحه موقف اللجنه الاولمبيه وباللائحه الاسترشاديه، ولما بيطلع في اي مشهد بيحلل بكل قوه وباقتناع وبيبرر كل حاجه موجوده. هو طبعا يعني لما بيشرح حاجه بدقه بيبقى موفق فيها، لكن في حاجات هو عنده قناعه بيها وهي مخالفه، يعني هي مخالفه لينا، ومع ذلك هو عنده القدره ان هو يعني يقنعك بان هو شبعان بيها، هو نفسه شبعان بده.
ومقتنع بده، فما تنتظرش منه انه يعمل قاعده، لانه يعمل قاعده عشان يعمل ايه؟ هيطلب من احد الطرفين التنازل، هو يعلم النادي الاهلي لن يتنازل، واستحاله يقول للجنه الاولمبيه تنازلي، لان هو واللجنه الاولمبيه هو في بند من القانون ماده 4 قانون النصاب ووضعيه الجمعيه العموميه، ما فيش نص بيقول اني في القانون ان يجب ان تقام على يوم واحد، ده كل الخبراء يعني ذكروا هذا الكلام تمام، سواء من داخل النادي الاهلي او من بره النادي الاهلي، الكلام ده قتل بحثا وما فيش حد عايز يستوعب حاجه. يعني ليه ما يتمش؟ ما هو انا عادي ممكن يا فندم، ده وارد يعني، جل من لا يسهو. انت عايز حد فيهم يطلع يقول احنا غلطانين؟ يا فندم مش لازم يقول ان احنا غلطانين، ولا يعمل احنا ايه؟ عايزين المصلحه. هو انا بعمل اصلا اللائحه دي ليه؟ لمصلحه الجميع، لمصلحه الجميع وتفعيل دور الجمعيه العموميه. تمام. وانا كوزير رياضه انا ابحث عن تقدم الرياضه المصريه، فلماذا لا يتم اعاده، مش هقول لك ان انا ابقى غلطان تاني، اعاده موازنه الامور. تمام. هقول لك من تاني الوزير تعرض، وهو ممكن يكون يعني يزعل مني في اللي انا بقوله ده، بس انا بقول لك على حقيقه، تعرض لضغوط شرسه جدا عندما تخلى عن بعض مسؤولياته في القانون الجديد، وقالها بشكل واضح، قال انا بألقي بالكره في ملعب الجمعيات العموميه، ناس كتير هجمته بسبب ده علشان حاجات خاصه ليهم، فحصل اللي حصل ده، دخلنا في سكه اللائحه الاسترشاديه ولفت العمليه، زي بقول لك اداني حاجه بايده اليمين ورجع خدها او بيحاول ياخدها بايده الشمال. بس ان شاء الله عشان بس ما نفوتش فرصه لو بنتكلم في الجزئيه ديت، من جديد بنقول لاعضاء جمعيه عموميه النادي الاهلي، روحوا وما تحطوش في حساباتكم ان ده دعم المحمود ولا مجلسه ولا اي حد، دعم للنادي الاهلي. انسوا الاشخاص يا جماعه، عدوا بالنادي الاهلي اليوم اللي جاي ده، يوم الجمعه ويوم السبت، عدوا بيه المرحله دي، وبعد كده اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. بنقول لكم احنا في قناه النادي الاهلي اهو، بنقول لكم اعملوا بعد كده اللي انتوا عايزين تعملوه، هاتوا اي حد، انتوا احرار، انتوا اللي بتجيبوا اللي يختاركم، انتوا اللي بتختاروا الرئيس بتاعكم، انتوا احرار، دي حريتكم. لكن القضيه دلوقتي لا قضيه خطيب ولا طاهر ولا وليد ولا محمد ولا اي حد، دي قضيه النادي الاهلي فقط، هي مساله كيان. استاذ خالد العشري، في يعني وقتنا انتهى للاسف، وان شاء الله يكون لنا لقاءات اخرى. بشكر حضرتك وشرفتني ونورتني. اشكرك وربنا يوفقك في الفقره اللي جايه ان شاء الله، ويقدرك على الضيف اللي معاك باذن الله. لا ده احنا معانا واحد بقى من فواكه الكره المصريه، واحد من فصيله الموهوبين اللي ابتدوا يقولوا في الكره المصريه، الكابتن وليد صلاح الدين. هنطلع فاصل، ما تروحوش بعيد، النادي الاهلي حديد، ونرجع نكمل كلامنا.